ريح أنس، أنس ريح. السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ادم 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 انس، كلم لي ادم عافاك. ولا غادي نمشي خلي التليفون هكا بلا ما تدورش به. مالك أنس؟ مالك؟ علاش ضربتي يا عثمان؟ أجي أنس يا ماما، علاش ضربتي؟ تعال بابا، أجي حبيبي. أنا حبيبي. كبيده وكبيده ديالي مولدي حبيبي مليض ليا فنونه كبيده صافي مليض مليض بنتي مليضه عطيني بيزو ماما رضا حبيبي رضا عثمان سير ماما ليها عطيت تليكوموند انا ادان بلاتي كنصوب في الصوبه دابا. السلام عليكم. واخا يلا بلاتي نسالي ونعطيك التليكوموند صافي. البنات كنصوب لها الصوب، عرفتوا لمن كنصوب لها الصوب؟ كنصوب لمريم مريضه. تقولي كيفاش؟ ساره كتقولي مريم. كنصوب البنات لمريم. شنو نقول لكم؟ مكتوب الله، مكتوب الله يتصرف، ومكتوب الله ما عرفتش انا براسي والله تتالفه والله ما عرفتش. كنت خارجه اليوم، كنا معروضين صدقنا، انا جالسه في الدار والله الا كنا معروضين صدقت جالسه في الدار. اجي نقول لكم البنات كحبه شاده قاتله. الصباح صباح غدا بعثمان المدرسة، أنا نط صباح غدا بعثمان المدرسة مع الصباح. عثمان سبقني في الدروج، سبقني واحد شويه. أنا بقيت كنقلب على سميتو شي حاجة نلبسها من الفوق، حيت حوايجي جلابي وداكشي كلهم مصيفتهم من صبانة. عثمان رجع عندي كيجري، أشنو لقيتي عثمان؟ لقيت خالتي مريم حالتها حالة، لقاها مخلوع قدام لتحت قدام الريزيدونس. اصلا انا في الشمس تخلعت، اصلا الريزيدونس فيها الكاميرات، يعني الريزيدونس راه فيها الكاميرات، وهادشي راه متبعيني جيرانينا كاملين، يعني بعدا راه جاري طارق هو ومدام حسنة اللي هي مراته، راه غاديين حسنيه راه غاديين جايين، يعني ولادهم من المدرسه راه دازوا عليها الصباح، قالت ما عرفناهاش ملي سوجه، قالت لي لا راه ما عرفناهاش. المهم عثمان طلع عندي كيجري كيقول لي ماما ماما مريم خلعاتني. قلت لي فين؟ قال لي راه برا. قال لي راه سولاتني قالت لي واش ماما هبطات ديك المدرسه ولا لا؟ قلت لها ما عرفتش واش كاينه ولا لا، جيت تنقول لك انت الاولى. قلت لي واخا، هبطت كنجري عندها كنلقاها في واحد الحاله اللي فمها زرق وشعرها مشكك والكحبه قاتلاها علاش كتبكي مريم؟ ار التليفون انجو الموبايل. عرفتي علاش قربت لكم الكاميرا؟ غير باش ما تقولوش. شوفوا غير خبرات غير يومين، شوفوا جاكي ولا، شوفوا جاكي ولا. اكل ما شربنا شربين
شويه مريم شويه قالت لك هذيك المراه البنات تهلات فيها ما خلات ما دارت عليها قالت لك في الليل سمعت هضري راسك يا مريم اش قلتي اتكيت كيرتاح مشيت عند واحد المراه بلا ما تجبدي الاسم ما تجبديش السميه مشيت عند واحد المراه تهلات فيا الله يكثر خيرها ولك شي المهم بديت كانت وداك الشيء قالت لي انت حسبي الدار داركم وحاجه ما تخصك لا واخا في الليل الليله هي الليله جا راجلها شافني قال لها هذه ما تبقاش عندي قلت ليه مالاش قال لها يا انا يا هي في الدار قلت لي حشومه السيده في غادي مرا كبيره وداك الشيء قال لها ماشي سوقي صافي هذيك بنت هذيك الليله لغد الصباح فقت بكري صليت الفجر وانا نخرج ما عرفتنيش كاع المره فين خرجت سديت الباب شويه وخرجت بقيت كندور كندور كنبكي صافي ويطيح عليا راسي قلت شغندي ما ندير غنرجع عند ساره حيت ساره هي كلشي ما عمري ما نتخلى على ساره ولا كاع درت لها شي حاجه راه هي كتعرف القلب الكبير ليا وليها ولادها راهم ولادي وتفكرت الخير اللي دارت معايا ولكن الانسان كيغلط صافي ملي جيت الصباح ما قدرتش نطلع قلت مربى اللي غتهبط وغنتحنى على رجليها باش تطلب باش تسمح ليا صافي هي غير شافتني تخلعات صافي عرفتي شعرها كيفاش كان وكتغوت كتقولي يتيمة عرفتي كيفاش كتقول انا يتيمة وتلاحيت عليك انا يتيمة كتقولي وتلاحيت عليك عرفتي واحد المنظر البنات راه مايمكنش راه مايمكنش راه مايمكنش العيالات اللي غادي للمدرسة بقاو كيعنقوا فيا وكيبكيو كيعنقوا فيا وكيبكيو راه العيالات دخلت عليكم بالله العيالات اللي كانوا في الصباح وشافوا هاد الشيء وبقاو كيطلعوا فيا خليو لهم كومونتيرات الكحبة البرد تاع الصباح هكا عثمان شد السيده البنات تواصلت معاها قرب شويه اجمل السيده تواصلت معاها اللي كانت عندها مريم يعني بلا ما نذكر السميه ديالها حيت قالت لي البارحه راكي هضرتي بزاف قالت لك راجلها قال لها انا يا هي في الدار قالت لي ولكن ما كانش علاه تخرج بديك الطريقه قالت لي ما كانش علاه تخرج بديك الطريقه قال لي خرجت حنا طراسه وخرجت قالت لي ما عجبنيش الحال قالت لي السيده كانت غادا توسط لها يا اما عند شي ناس يا اما تكري لها شي حاجه يا اما تعاونها المهم قالت لي ما كانش علاه تخرج بديك الطريقه ملي مريم جات هنا قلت لها مريم تلاقيت معك علاش خرجتي من عند المراه هكا كون دابا لصقات وكانت شي وحده اخرى وتقولي مداكي ولا هي اصلا مسروقه لها شي حاجه قبل دخلت شي واحد قبل منك انتي وداليها ولا شي واحد عرفك انتي خرجتي وما دازت شي حاجه فين غادا تولي بقات كتبكي كتغوت دازو الناس شافوها راه بزاف الناس كما قلت لكم المسخوطه ما خافتش ما خفتيش بوسكوره غير عروبيه كون داز شي كلب وجرك من رجلك وجرك لشي حفره اقولي ليا فين غتولي ديك الساعه كون شده شي كلب وجرها من رجليها بقى جرها ودار شي حفره وكلاها يا الله يسمحوا فيك الهيكل والله العظيم تيصبح فيك الهيكل العظمي مجبده العظومه يتقرقب ما فيك حتى الحيمات زينات بعدا ياكل الحيمات يشبع كريشتو راه بدات تبكي ثاني نتوما ما عندها حتى الحيمات زينات بعدا فين يعدوا الحياه العظومه شوفوا شكون اللي صوني عليا اش نقول لكم الله يدير لي فيها الخير يا ربي 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 دير تعاود الخير هادشي اللي غنقول يا ربي دير تعاود الخير انا البنات شوفوا كما قلتها لها ما عرفتش ما فهمتش اول حاجه خاصها تعالج تشوف شي طبيب لان كثر علاش شوما شتوها كتبكي تشوف طبيب تعالج خاصها تعالج تحق رايات ما عرفت اجي عشمان اجي
ما دايره فيها مريم. شوفي مريم، انت المكاتب رداتك هنا، هذا هو القدر ديالي وديالك هكا عثمان قدام هاد الناس. مريم واعديني ما ديرش لي شي مشكل قدام هاد الناس. مريم داكشي اللي قلتي لي الصباح قولي لي دابا. كان وعدك تلك اختي ولادك راه ولادك. كنت باغا اليوم نقول لكم واحد الحاجه، كنت البارح فاش كنت شفتو كلشي قال لي علاش درتي الادب هكاك وعلاش كنت باغا ندير مفاجاه الادب، وكنا غنخرجوا برا وهكا واحد العراضه كنت غنصورها معاكم على ديك زعما هكا باش انا نتصالح معاكم ونتصالح مع ولدي، حيت فريمون قصحت معاه ولكن انا ما عرفتش غتولي هكاك حيت كان لابس صوفيت ما كما قلت لكم وتقصح ياك، وكنا ناويين نخرجوا داكشي. ها فين خرجت صراحه، ها فين خرجت ليا. الحمد لله، لله ما اعطى، نقولوا لله ما اخذ ولله ما اعطى. امي سعديه مشات الله يرحمها، ها مريم معايا. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي تاخذي مريم كونسيبت، انا ما نصورش مع مريم، بغات تصور معايا تدخل معايا في فلوغاتي اليوميه عادي، راه ما نشدهاش في صندوق وغنسد عليها ولا غنطلع على السطح ونربطها ولا ندخلها للتواليت ونخبيها، ما يمكنش. يعني راه وحده منا ضروري مره ولا شي لقطات ولا بغات تبان معايا، انا ما عنديش مشكل. الروتين ديالي انا وليداتي غادي نبارطاجي معاكم داكشي اللي غندير انا وليداتي ان شاء الله، شنو كنلبسهم شنو كنوكلهم فين كنخرجوا فين كندخلوا، اي شيء مشكل عندي نبارطاجي معكم. ولكن ان شاء الله تكون اخر الاحزان. بغينا ترجع ساره ديال شحالاتي الضحك النشاط شحال من حاجه. باغا ندير صدقه لميمتي ام سعديه، ما بقى والو 40 اليوم، شحال في الشهر اليوم؟ 27 الشهر شهر داب. البارح دفنات امي لا اليوم ما دفنات، اليوم 27 حسب لي ادم. اليوم ماما باش تجاب عينيهم دابا 31 يوم باش دفنات ام سعديه، حاسب ليها؟ اه حاسب ادم مسكين حاسب ليها. حتى انا كنحسب 27 يوم. اليوم الشهر باش ماتت امي الله يرحمها. الله يرحمك امي، كورنا في كلكم بغيتكم ترحموا عليها، الله يسهل عليكم، الله يرحم ليكم كل عزيز وغالي، الله يشافي ليكم والديكم وميماتكم وكل عزيز وغالي. خلات بلاصتها. اليوم واحد الحاجه غنقولها لكم، ادم ملي فاق هو فاش كتفرج ادم الفيديوهات تاع عمي السعديه القدام، راه ما يمكنش حد توحشتها وكنشوف فيها راه بحال ما ميتاش، كنشوف دوك الفيديوهات ديالها وكنبقى نشوف فيها هكا، راه سبحان الله الضحكه اللي كانت عند هذيك السيده، الله يغفر ليها الله يرحمها الله يشوف فيها ومعزتها في قلبي. الملات راه حلمت ليه قالت لي عذبتيني ما نسمحش ليك، بحال هكا وقفات هي في دار الحق وحنا في دار الباطل، عذبتيني. واحد السيده قالت لي عذبتيها بالبكا ساره، بزاف الناس قال لي عذبتي ديك السيده بالبكا، من تما انا كنواعد راسي نهار على نهار، عرفتي الا بغيت نبكي فين عثمان، الا بغيت نبكي فين كنمشي؟ الروضه كنمشي كنبكي حتى نبرد ياك، ما كنهضر ما كنتكلم، كيبقاو دموعي يبطو ونقول لها امي سمحي ليا راك قلتي ما تبكيش عليا، ولكن ما قدرت راني ما غوت، راه قالك السياح والتنواح اللي صعيب، اما البكا البكا راه الفراق، راه بلال رضي الله عنه، هي كيقولوا رضي الله عنه ولا عليه السلام بلال رضي الله عنه بلال بكى على الرسول عليه الصلاه والسلام، بكى بحرقه وحزن عليه، الحزن راه ضروري منه. وهاد بنت الناس هادي كما قالت لي الصباح انا يتيما ما عندي حد مقطوعه من شجره، هيا معايا دابا وصافي ما عندي ما نقول، عافاكم خليكم منطرد زوينين، بركه من الجريح راه كتقرا كلشي، بركه من الجريح. وعداتني غتبدل الصباح، يعني بزاف الهضره دارت بيناتنا ما بغيناش نبارطاجيوها، وعداتني غتبدل شي حاجه كتبارطاجو كاين شي حاجه لا خليها عثمان دابا، وان شاء الله غنطلب منهم، انا كنطلب منهم ما يبقاوش يجرحوني، كومونطيرات ديالكم يكونوا زوينين ما يكونوش خايبين، ما تبقاوش تعايروا اختي ساره، اختي ساره ما دايره على الخير وراها بنت الخير وراها كلشي ديال الخير، ما تبقاوش جرحوها وما تبقاوش جرحوني حتى انا، ديروا لي وحده منكم كيما هي دايره لي وحده منها، ودايره لي ختها حتى نتوما ديروا لي ختكم،
ديروا لي بنتكم، ديروا لي امكم، ديروا لي اللي بغيتو، ولكن بقاو جرحوا لي. حشومه عليكم، حشومه عليكم. راه اللي تجرحني ما نسمحش ليها، اللي تعايرني ما نسمحش ليها. سمعتوني يا البنات؟ البنات نقول لكم واحد القضيه، قال لك خير صدقه كلمه طيبه وجبر الخواطر ماشي طحن الخواطر. وان شاء الله غنكون واحد العائله زوينه باذن الله، وان شاء الله نطلب من الله التغيير. غدا تغير باذن الله، ضروري غدا تغير ان شاء الله. ان شاء الله ونكونوا عائله زوينه ونوصلوا لكم غير الحاجه الزوينه والطاقه الزوينه، وان شاء الله تشجعونا وتبقوا معنا. الله يخليكم.